مديرين صحاب بس بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى دائما وابدا. اليوم غادي نخرج مع صحاباتي نمشيو للاس اريناس، واحد المحل تجاري اللي فيه الملابس والاحذيه، كيكون فيه تخفيضات في الوقيته هذه. ولا لقينا شي حاجه غنشريوها، ما لقيناش نرجعوا نتسراو. المهم قررت نشارك معكم الفطور ديالي باش نوريكم هاد الفاكهه هذه اش كتسمى هنايا. حنا كنقولوا في المغرب لو دراغو او التنين، هنا تيقولوها بيطايا. مره كتجي في اللون ابيض، مره كتجي في اللون غوز. بسم الله ندير بها العصير، كتجي في العصير غزاله بزاف. هذاك الشاش بغيت نشاركها معكم، مره كتكون هنا حمراء ومره كتكون بيضاء، كيكون في هذوك الحبات سبحان الله بحال الزنجلان، بحال لا بحال الحبه السوداء ماشي الزنجلان. كيجي في العصير غزال. انا عندي التفاح وعندي الخوخ والبنان، وحده غنزين بها الكؤوس وحده غادي نطحنها مع العصير. خليكم معايا، هذا الحوت اللي سيد ادم. دابا غادي نقيه، غادي نشرب له ونخليها رقد باش من نرجع يكون موجود. ها واحد الحوته صيدتها انا، هذه ماشي وحده، هذه وهذه وواحد اخر كيقول السمكه الفضيه، هذه كتكون رقيقه وكتجي زوينه. دابا غادي نصور هذا الشيء، غادي نقي هادشي كله ونخليه يرقد فين ما بغيت يكون موجود عندي. يلا هاني نقي، وهاد الاخر اللي لقيته هو هذا وجدت الشرموله. دابا غادي ندير العطريان بعد ما وجدنا الحوت الصغير، غادي نخليه للصبه. هذا بغا نديرو الشرموله. هنايا توما اخو، كتبان لكم ولا لا؟ شوف كتبان توما اخو، القزبر معدنوس بريخيلي سيلانترو، البصله محكوكه سيبويا رينالا، الحامض ليمون ليمون اورابامو اسير لوسبيريسيل. غادي نديرو دابا العطريه، العطريه اللي هي سكين جبير خيم خيم بري، هاهو هدا الزعفران كولورانتي، كمون كومينو، كمون كنكتر فيه شويه ولا كنت شارة براندي مو كبيريتا، بيكانتي روخو فلفلة حارة السودانية، السودانية السودانية والسودانية وما أدراك ما السودانية. هذه الفلفلة الحمراء التحميرة الشونية، ايوا واش غادي نقولك اش كيقولو لها هنايا؟ بيبريكا، بيبريكا باقينا بيبريكا راه كتعقله. نضيف الحال الملحه، الملحه هاهي الملحه، شوف واش نزيد في شويه هنا الملحه والزعتر، الزعتر وهو طوميو. غندير الزيت، الزيت الرومية الزيت نورمال الزيت ديال الكوسينة، نديرها هنا وغادي نعصر الحامض. الحامض كندير ليه هاد الطريقة، هادي زوينة سهلة، كتسكو شي شوية هكدا وكندير ليه هكدا كيهبط الماء مزيان بلا ما تحتاج دير لا داك العصارة ولا تقدر دير شي مجهود كبير. الطريقة الصبحة ولا هادي أدم أنا معرفتهاش، كتكون ساهلة بزاف هادي. هاد الحمض هذا مكنرميش، كنديرو مع الحوت اللي غنديرو في الصوبة، هذا كنخليه هنا معاه. شتو كيهبط كيهبط بزاف
يهبط بالجرعة يهبط بالسرعة. صراحة كتجي جديدة الشرمولة هادي بالأخص الحوت القطفي. كنتسنى صحاباتي يوصلوا من قلدر باش نمشيو لاس أرينيناس نتقضاو حيت فيه تخفيضات. بيد ما يوصلوا نصوركم هذاك الشيء اللي قدامي زوين. هاد القواطي راسها زوينة راس كانطيراس. لاس أرينيناس هي قدامي مباشرة لهيات اللي كتبان لكم واحد محل فيه مأطر بالجاج اللي كيبان لكم من بعد. المهم انا غنمشي ليه بغيت نوري لكم هذا المسرح. هذا مسرح اوبرا مسرح الفريدو كراو. هو هذا المسرح عطاو هذا الاسم ديال هذا التياترو ديال الفريدو كراو. التياترو ديال الفريدو عطاو الاسم ديال واحد المغني عالمي ديال اوبرا ميخور التينوريس ديال موندو وداروا ليه التمثال اللي هو هذا. ناسيو اكي ان غران كاناريا تولد هو هنايا في كاناريا. وشوف التمثال هنا كيفاش دايرين. شوف هاد الديكور هذا صراحه العظيم غزال صراحه والله زوين. وفهاد الجانب هذا كيكون واحد البرد وفي هذاك كيفاش كنقول لكم بحال كيرشق شويه بالماء رقيق خفيف الماء ما خفيف واحد الجو زوين صراحه. ادم كيتسنى معايا صحباتي من غير يوصلوا هو غيمشي للدار. قال لكم اجيو الكناريا دابا غادي نمشي لاس أرينيناس هي تنسناو. ها هو هذا المسرح من الجهه الاماميه وهذا خليتو البرادة ديال الطوبيس اللي كنزلو فيها هي داك اللي وهنا غندخل انا وصحاباتي من هنايا. صافي صحاباتي ها ما وصلوا غادي نمشي نتسلم عليهم ندخلوا لاس أرينيناس غنصور لكم دابا التياترو من الجهه الاماميه غنمشي ليها. هذه هو محل تجاري ديال لاس أرينيناس من هذيك العمره اللي كتشوفوها في الرمادي حتى هذاك اللي كتشوفوها في البيض قدامنا. والتياترو عندنا غادي عليه دابا كاين القهوه مع الدخله لهاد الدخله ديال الطبقه الاولى. هنايا غادي نيشان عريل البريمار هو الاول لان ديما ايميان كيكون فيه تخفيضات بزاف صراحه. نضربو دوره انا راه كنشري ميزات نشريهم هاد المحل هذا. شوف فيه تخفيضات مزيان ديال القوام جات شي غزال صراحه زوين بزاف. كان غادي 12 اورو كان 5 اورو. المهم الربا خاص فيه تخفيضات. شوفي شحال زوينه غزاله. يلا دابا غادي نساري وغادي نعيط لكم غادي نوريكم شنو درنا في الصحه غزاله من بعد.